اتفضل يا كابتن علاء. بص يا ايمن، هو موضوع الاجهاد ده هي مش شماعه، لكن دي حقيقه. صح، دي حقيقه بجد. يعني انت لسه لاعب من يومين، بتلعب فريق، ومش على فكره فريق محترم جدا، واتكلمنا عنه في الاستوديو كلنا، وقلنا قبل حتى المباراه تبدا قلنا المباراه مش سهله على النادي الاهلي. مزبوط. لكن فريق مرايح 10 12 يوم، بتلعب فريق لسه لاعب من يومين، وبعدين انت بتلعب النادي الاهلي اصل ما عندوش مباراه متوسطه، انت بتلعب دايما على 3 نقاط عشان انت عينك على الدوري العام، انت ما بتلعبش بتادي مباراه. لو انت فريق بيادي انا مش هتكلم، إن لا انت فريق مطالب ان كل مباراه تكسب. مظبوط. ماليش دعوه بقى بلعب مستوى عالي مستوى متوسط اخر الدوري مش اخر الدوري، في كده في يعني ايه جمله كده، كل اللي بيلعب قدام النادي الاهلي عايز يعمل اقصى حاجه عنده، عايز يبان كلاعب كمدير فني. صح. كشكل كاداء. صح. وده كمان خد بالك لود عليك انت، يعني ضغط عليك زياده. فاللعيبه دي يا جماعه موضوع الاجهاد ده مش شماعه مش اي كلام على فكره. يعني سامي دلوقتي بيتكلم في نقطه هيعمل ايه ولا حاجه، هيرجع من اسكندريه استشفى بكره وخلاص. يعني خلي بالك انا عايز اقول لحضرتك حاجه، عارف ماتش النهارده احنا بنلعبه في اسكندريه كويس، هترجع كويس، هنرجع عندنا مين بعد كده؟ جونه ولا جونه؟ الجونه هتروح بعد الجونه المحله في المحله. حلو، هترجع من المحله تاني يوم هتروح بعديها بيوم الاتحاد في اسكندريه، ترجع من الاتحاد في اسكندريه تاني يوم تلعب الزمالك. صدق انا وجهت والمصحف انا تعبت، يعني انا جالي شد انت من الحكاوي دي انا تعبت والله انا جالي شد. لا والله يا ايمن بجد، يعني بص سامي بيتكلم ايه، يعني كل ما يعملوا مستر المسلمان دلوقتي والجهاز المعاون بتاعه بيعمل ايه؟ مفيش خالص، هو يا دوب استشفى كويس وبعدين بيصلح الاخطاء ونظري، يعني مش هيقدر يعمل حتى تحركات وجري في الملعب اللي كان بيتكلم عليها كابتن شريف دلوقتي، الاخطاء اللي موجوده في اخطاء، بس هو معذور. صح، ان هو بكل كلامه دلوقتي بالظبط عايز يبقى اللعيب يدوب على قد بس على قد المباراه وبيصلح اخطاء مش كلها مش جري نظر قد ما تقدر. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت كل المباريات اللي قلتها دي انت بتلعب على حاجه واحده بس يا ايمن، بتلعب على 3 نقاط. مظبوط. بالضغط اللي انت بتقابله، يعني انت بتتكلم فرقه كلها، ما فيش فريق سهل. صح. كله حتى يعني المساواه متفاوته شويه النهارده، المصري بيلعبك وطمعان في المباراه. صح. والند بالند وبيحاول، وكان اغلب الفترات هو عنده امتلاك للكوره كتير، عنده 12 ضربه ركنيه النهارده، بقى لك كتير قوي ما شفناش النادي الاهلي تيجي عليه 12 ضربه ركنيه كتير. أي. يا ايمن. أي. لكن لو النادي الاهلي في حالته الطبيعيه البدنيه عاليه الموضوع كان يختلف تماما. في ظروف طبيعيه طبعًا. لا طبعا الكلام هيبقى مختلف خالص. استحواذ عمر النادي الاهلي كان استحواذه كده، فكل الاحصائيات دي يبقى انت في ظرف انت مضطر تبقى فيه اللي انت فيه دلوقتي، مش مبرر عشان بس الناس تفهم فرق ان انا ببرر وفرق ان انا فعلا مجبر بتكلم كلام. مزبوط. الحمد لله الناس كلها بتاع كوره فعيشنا الموضوع ده وعايشين وعارفين يعني ايه ان اللعيب بيبقى مضغوط دايما فتره راحه قليله جدا، بيلعب فرق كلها طمعانه فيه وبتبذل اقصى حاجه، فانا بعذرهم. ما خلي بالك كمان، يعني احنا كسبانين بس بنوضح للناس لازم. يعني احنا كمان فوق الحاجات دي كلها والظروف الصعبه دي واخدين الثلاث نقط. ليه؟ انت النادي الاهلي، انت القمه اللي موجوده في الكوره كلها. مزبوط. فما بتكسب الناس بس كمان خد بالك انت جمهورك مش جمهور ثلاث نقاط ولا لا خالص. بيحب يتفرج، بيحب يشوف النادي الاهلي، هو متعود على شكل في النادي الاهلي. صح. النهارده انا بقول لك يعني المباراه النهارده تكسب ولا تلعب. انا مش النهارده مش عايز اداء. طب انا النهارده معلش لو المباراه طلعت تعادل وانا عملت اداء حلو الشوط الثاني كنت مبسوط؟ لا طبعا حزم. شايف لو النهارده ما احنا عملت الشوط الثاني، ما احنا اسموحه عملنا لعبنا واتغلبنا. مظبوط. اقول لك حاجه، بص انت كنت في اي وقت من وقت المباراه انت كنت هتتعادل. لا مش هنخسر. اقول لك كابتن شريف، لو انت الشوط الثاني عملت اداء حلو قوي راقي جدا واستحوذت وعملت كل حاجه سجلت شهاده بس ما طلعت تعادل. انا بتكلم هنتكلم في الاخر كل كلامكم وسامي وكلامنا والاجهاد وكل ده احنا بنتكلم احنا في ايدينا حاجات نقدر نريح الدنيا من الاول.